واخده ارضيه كده من هند شبه المساحه الفتله. العميل اهم حاجه هو ليه غالي كده؟ لا مش مكتوب. اعتراف مسجل. انا واخد بالي ان هي نفس القماشه. تعرف المواعين بتطرطش الايام دي في صميم المنتج. أنساتي، سيداتي، سادتي، تحية طيبة وبعد. أهلا بكم في برنامجنا القطط الفطسانة. في شتاء 2024 ظهر منتج جديد في نواحي التجمع ومصر الجديدة والزمالك. المنتج ده هو خليط ما بين الخيمة والبطانية اللي على سريرك دي. أيوة أنا عارف أنت بصيت يمين، صح مظبوط. المهم المنتج ده أول مرة شفته كان مع صديق ليا، كنا قاعدين عنده في البيت فما حسيتش ان في حاجه غريبه، قلت الواد عايز يتدفى. انما لما ابتدى ينزل بيه الشارع حسيت ان في مشكله، وهنا قررنا ان احنا نجيب احد كبار موردي المنتج ده في مصر، هو هيبقى عسكر، عشان نسالها كام سؤال نفهم هو ايه ده. والسؤال الاول، هبه، هو ايه ده وامتى بالظبط ممكن احوله لحته مطبخ؟ ده بلانكت مبدئيا، اسمه بلانكت. بلانكت، تمام. انا كنت عارف على فكره، بس هو بس فريق الاعداد ما وضح ليش الامور دي. انا حطيت فقلت اوضح حته مطبخ، هو يعني مش هيفيدك خالص، يعني شيء ماتيريال اعلى بكثير فمش هتفيدك خالص في المطبخ. بالعكس انا حاسس ان هو ممكن يمتص الميه، خاصه بتعرف المواعين بتطرطش الايام دي. باكد لك انه مش هينفعك خالص في المطبخ. انا بقول لك ان هو هيتحول لحته مطبخ يعني في ظرف اسبوع ولا حاجه، لان مش هتلاقوا له استخدام. انا قاعد دلوقتي هو من غير مناسب اصلا درجات الحراره، يعني انا هموت من الحراره. جاوبتي على السؤال الاول كويس، ودلوقتي مع السؤال الثاني. سؤالي الحقيقه مش قادر استوعب هتجاوبي على ازاي، لان هو في صميم المنتج. السؤال بيقول ليه قماشه البلانكت شبه المساحه الفتله؟ لسه ما تجاوبيش. الشق الثاني، بما انه كده شبه المساحه الفتله وهنجيب دليل حالا، هو ليه غالي كده؟ غالي. اجيب بس المساحه بس عشان نوضح للناس الصوره، عشان ما يفتكرولناش بنقول اي كلام. اي كلام غالي. تعبت نفسك والله وجبت ادواتك معاك. احنا في خدمه المشتري، معلش العميل اهم حاجه. فدلوقتي انا واخد بالي ان هي نفس القماشه، بس دي مبلوله شعر وبتاع وهكذا. اجابتك ايه بقى على السؤال ده؟ لا خالص، الماتيريال مختلفه تماما، الاثنين مش شبه بعض خالص. حضرتك زي ما قلت لك عشان الشفت الكارير بتاعك مؤثر على رؤيتك للحاجات. قط استاذ، احنا ما ينفعش تعيبي فيا المنظر ده. وحضرتك ينفع تقول لي شبه المساحه الفتله ولا مش عارفه ايه؟ انا بجيب حقائق. اسئلتك صراحه. لا لا لا، شيل الكلام ده كله، مش هيتحط. انا اسف بس انا هشيل الجزء ده. بما اننا اثبتنا ان الماتيريال ده نفس ماتيريال المساحه الفتله، ففرق السعر مش احنا ما اثبتناش. اثبتنا. فالسؤال الثالث، هنعرف نلعب بيه يوجا؟ مريح جدا. يوجا، انت بتعرف تلعب يوجا؟ لا مش مرتاح. اتقدم 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 وكفايه خلاص تتنسم. تعبت مجهود. الرياضه برضو مهمه للبني ادم يعني، بس هو خانقني، ما عرفتش العب برياضه، ما عرفتش العب بيوجا، شبه المساحه الفتله وسعره غالي، فبالتالي هو سعره كام؟ 500 جنيه تقريبا. مش متوقع ان انا محضر، بس شكرا فريق الاعداد. لا هتاخد ايه ولا كام وليه؟ 550 بعد الحلقه. بعد الحلقه. قط بس عشان محتاج بس اشرب سيجاره، بس محتاج بريك. انا مش عايز 5 دقايق بالظبط. تهزروا معايا، ده مقلب صح؟ متعصب بس شويه، بس هو يعني صدقيني بيبقى عنده حاجه ورا الاسئله، يعني عايز يوصل لحاجه في الاخر. هتفيدي من البلانكت؟
تحفة. أنا أصلا واخدة منه يعني لابساته للشتاء، بيدفي جدا جدا جدا، ما بتحتاجيش بقى أن أنت تبقي لافتة لايرز عشان تدفي، لأ هو لوحده بيدفي. في جيب هنا للموبايل، في جيبين كبار بقى تحطي كل أشياء، فانسوا كل الهبل اللي حصل، كل اللي قاله بجد خطير. عدنا إليكم ذوقيا مننا، يعني قولي لي بقى فرشة فين؟ واخدة أرضية كده من هولز. يدفعوك كتير ولا حنينين في الفلوس؟ يعني ربنا بيكرم. طب والبلدية عندهم مصالحينهم مأمنين مع أمين شرطة ولا؟ يعني لينا وسط أقل من كده. أقل من أمين شرطة. شكرا هبة عسكر. النهاردة يا جماعة كان حلقتنا الأولى مع البلانكت بتاعت أستاذة هبة، وبصراحة بعد الحقائق الكتير اللي قلناها على مدار الحلقة، أنا للأسف يا هبة ما اشتريتش، ولكن اللي حابب انه يشتري في اسبوع فري ديليفري على ابلكيشن هودز على ستور هبة عصر. شكرا استاذ هند. شكرا. شكرا. ايه ده؟ دول الباقي اللي بخمسين جنيه، باقي الخمسمية. دول تقريبا عشان لو انت تايه في الصحراء تحط فيهم زمزمية فيها مية وتبلها بحيث انها تفضل ساعة. لا دي عشان تبقى زعافة مع المساحة. اعتراف. اعتراف. اعتراف مسجل. شكرا شكرا انك في الاخر اعترفتي. يا جماعه في اسبوع فري ديليفري على ابلكيشن هودز ستور هبة عسكر، اللي حابب يشتري البلانكت. شكرا.